المهندس نجيب ساويرس. The price of day for humanity is for goodbye, Alia. Directed by Mohammed Kurdufani. يتسلم الجائزة أبطال الفيلم إيمان يوسف، سيران رياك، ونزار بور. السينما ونشتغل لأنه دي الحاجة الوحيدة اللي بتخلينا نعبر عن نفسنا. فبشكر القائمين على المهرجان وبشكر لجنة التحكيم، ويعني دي دورة مهمة بالنسبة لنا. إحنا دي أول مرة بالنسبة لي أنا وسيران إنه نمثل أكرم أو نزار، يعني أستاذ كبير في المجال، لكن بالنسبة لنا أول مرة نمثل وأول مرة نستلم جائزة وأول مرة نكون في الجونة، فده شرف كبير بالنسبة لنا. شكرا للمهندس نجيب ساويرس، ومبروك طبعا لكل صناع الفيلم.